السلام عليكم. النهاردة هنشوف مع بعض تطبيق نختم. يلا نشوف الفيديو التعريفي الخاص على قناته. 85 هو متوسط عدد المرات التي ينظر فيها الشخص لجواله يومياً. 6263 عدد الأيام اللازمة لختم القرآن لو قرأت آية واحدة في كل مرة تفتح فيها جوالك. تطبيق نختم. الآن ملايين حول العالم يختمون القرآن الكريم بسهولة وبدون أي مشقة، فقط عن طريق قراءة آية واحدة يعرضها لك التطبيق في كل مرة تنظر فيها لشاشة موبايلك. 10 حسنات مع كل حرف تقرأه من القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حسنات كالجبال تضاف لرصيدك مع كل ختمة. حمل الآن. بعد ما شفنا مع بعض الفيديو التعريفي بالتطبيق على القناة الخاصة بيهم، هندخل دلوقتي نعمله تثبيت من على بلاي ستور. تمام، هو دلوقتي نزل عندنا، هنفتحه. انت ممكن تختاره بأي لغة انت عايزها، في اكتر من لغة متاحة. احنا هننزله باللغة العربية. تمام، هنعمل التالي. هو بيقولك ان في هنا خطوة ضرورية لازم تعملها عشان التطبيق يشتغل على جهازك، فبيقولي لازم اعمل الاعدادات دي. ده عشان البرنامج يفضل في الخلفية شغال، عشان كل ما تقفل البرنامج وتفتحه يجيب لك الآية اللي انت واقف عندها. تمام، هنعمل الخطوة دي مع بعض. هندخل على الإعدادات. إدارة التطبيقات. السماح ببدء التشغيل التلقائي، نفتحها. السماح ببدء التشغيل التلقائي نفتحها، والسماح بالنوافذ العائمة هنفتحها. دلوقتي برضو هنشرح لو تليفونك بالانجليش ايه الاعدادات اللي هتغير. لو تليفونك انجليش هتدخل على السيتنج اب مانجمنت، هتدخل على التطبيق نختم. هتفعل allow auto startup و allow floating windows. تمام، هنفعلها وكده نكون ثبتنا البرنامج، بحيث كل ما نقفل ونفتح البرنامج يكون موجود. فتحنا البرنامج، هو جايب لك من اول سورة الفاتحة والآية، الآية الاولى والقارئ. لو انت حابب تسمع بصوت قارئ معين، دي الليست بكل القراء المتاحين على البرنامج. وهنا بيجيب لك ملخص لعدد الآيات اللي قرأتها خلال اليوم والأسبوع والشهر، وعدد الحروف اللي قريتها منذ استخدام البرنامج. هنعمل ابدأ الآن. هو دلوقتي مجرد ما بقفل الموبايل وهفتحه هيجيب لي الآية وابدأ أقرأ. اهو هنا جابلي الآية، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنا عايزة أسمعها، بسم الله الرحمن الرحيم، عايزة أشوف تفسير، هضغط على علامة الاستفهام هيجيبلي التفسير تحت. تمام، أنا دلوقتي قرأت الآية وعايزة أروح للآية اللي بعدها. في أسهم بتنقل ما بينهم، لو عملت نيكست جاب لي الآية اللي بعدها. تمام، لو أنا قرأت الآية بالفعل هبدأ أدوس على علامة الإكس الموجودة. لو أنا هعملها، هعمل إن هو يذكرني وقت تاني، مجرد ما أقفل تاني وأفتح هعمل على علامة الساعة. أنا دلوقتي
لو ضغطت على الساعة وقفلت، هو بيقولي سيتم عرض الآية لاحقا، وقفلت وفتحت هيجيب لي الآية اللي أنا كنت واقف فيها، ما قلبش على الآية اللي بعدها. لو أنا قرأتها وعملت إكس وقفلت وفتحت هيجيب لي الآية اللي بعدها. ودي كانت فكرة البرنامج، أتمنى تكونوا استفدتوا. لو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول.